سلطة الفراولة. هنجيب طبعا فراولة فريش، عندنا جرجير، عندنا كابوتشا، خيار، بنجر، جبنة تلاجة. الدريسنج بتاعنا يبقى زيت زيتون، خل بلسمك، عسل أبيض، ومستردة. تمام. طبعا اختيارنا في الحاجات الخضراء ده يرجع لنا، فنحط بقى كده ايه الخضرة بتاعتنا، الجرجير مع البنجر مع الجبنة مع الفراولة، من الحاجات اللذيذة قوي اللي بتليق على الطبق ده. دايما الناس اللي ما بتاكلش سلطه لو دخلنا لها نوع فاكهه في السلطه ممكن تحبها، يعني ممكن تستلذها. فانا من الحاجات اللي فرقت معايا جدا عشان اعرف اكل سلطه اني احط رمان، اني احط الفراوله، احط تفاح، على حسب اللي موجود ممكن اطعم السلطه كده بيه بحيث يديني طعم مختلف شويه وتبقى لذيذه وتبقى بديله عن الطماطم. يعني السلطه دي مثلا احنا مش حاطين لها طماطم خالص، الفراوله البنجر قايمين معانا بالواجب جدا. نحط الخيار، نحط شويه من الفراوله كده، ونحط البنجر، من الحاجات اللذيذه جدا المفيده جدا البنجر. يعني يا ريت كل الناس تحبه، ويا ريت كل الناس تحس بقيمة البنجر والخضار عموما والله، لأنه فعلا بيفرق جدا، بيفرق في البشرة وفي الشعر وفي النفسية وفي كل حاجة. ممكن نزود نعناع إذا حابين، لو حابين تزودوا نعناع برضو بيبقى لذيذ. اللي عنده بقى عايز يحط زبيب، عندك مكسرات ممكن تحطي، ده ايه المتاح. يعني نحط الجبنة قطع كده، جبنة التلاجة من الحاجات اللي بتليق قوي وبتبقى ملحها خفيف ولايقة على السلطة. ندي الجبنة، نعمل الدريسنج ونشيل برضو الأشياء بتاعتنا. المستردة من الحاجات اللي بتعلي الحرق قوي، فحبيتها جدا، لذيذة قوي. بس اللي ما بيحبش طعمها هيحبها لو هي معاها عسل. حط الخل، خل أبيض أو خل بلسمك زي ما تحبي، ومعلقة من العسل كده. نجيب بقى دلوقتي شوية زيت، ونحط كمان شوية مية نخف الصوص شوية. شوية مية صغيرين جدا. طبعا السلطه دي فيها شويه حاجات مسكره كتير، محتاجه ان احنا نعادلها بحاجه مززه، حاجه تكون شويه فيها حدق كده وفي نفس الوقت برضو مسكره. يعني التاتش العسل ده مش اي كلام، عسل ومستردة مع بعض مع الخل مع الفراوله بقى مع البنجر، طعم خطير. نحط بقى كده شويه من الدريسنج ونسيب الباقي جنب السلطه بحيث انه اللي عايز يزود يزود. دايما السلطه ما تتحيقش زي ما احنا بنقول، حيقي السلطه ما تتحيقش الا عند التقديم.